خلينا نتكلم بقى مع حضراتكم في موضوع تاني. يقول لك ايه، الاهلي لما بيخسر بيحصل مشاكل لان الاهلي لا يتقبل الهزيمه، لكن الحقيقه مش كده خالص. كلام كله غير حقيقي وكلام مزيف وكلام ما هو الا كلام تدليس فقط. اقول لكم بقى انا الحقيقه، الاهلي لما بيفوز بيحترم المنافس. عمر ما النادي الاهلي كسب مباراه وراح لجماهير الفرق المنافسه واستفزها، ولا راح للاعب الفريق اللي خسر واستفزه. على فكره مره تانية اللي حصل ما بين حسين والشيبي بيحصل ما بين لعيبه، وبيحصل اكتر من كده ما بين اللعيبه في الملعب، وايامنا كان بيحصل اكتر من كده، ولكن اللعيب بيطلع اعتذر ما تزعلش وياخده ويبوسوا حضنه والموضوع انتهى، لان كل لعيب كان بيبقى عارف غلطه والناس اللي حواليهم عارفين ان هم غلطوا وتحاسبوا وتصالحوا. فنادي الاهلي دايما بيكسب، لما بيكسب بيروح الفريق التاني يقول له هارد لك شكرا، وبيروح يحتفل. انا ما كنت بكسب مع النادي الاهلي، كنت بروح احتفل مع جمهوري، ماليش علاقه بالجمهور، والله ما لم يكن لي اي علاقه باي فريق اخر. لكن في فرق تانيه تكسب ماتش مش بطوله، والله العظيم ماتش ليس له علاقه باي حاجه، تطلع تستفز اللعيبه والجماهير وانا هنا بتكلم على وقائع مش مجرد كلام مرسل. الاهلي لما بيكون كسبان بنلعب برجوله لاخر دقيقه، مش بنقعد نضيع وقت. لما تيجي تحسب الشوط الثاني مثلا في اي مباراه الاهلي، يعني تلاقي الفريق الثاني بيلعب 10 دقائق بالكثير، عمرها ما بتبقى 45 دقيقه. كل شويه واحد اللي يقع ولاعيب ثاني يقع وبعدين يمسك ده ويعمل كذا، والامور بتمشي في هذا الاتجاه. المهم نضيع وقت وخلاص، وكولر نفسه اتكلم في هذا الامر. وبعد الماتش تلاقي احتفالات، حقكم حقكم. انا دي بقى الحاجه الوحيده اللي اقدر اقول ان انت من حقك ان انت تعمل اللي انت عايزه، تكسب النادي الاهلي. ولكن عندما تحتفل تحتفل بروح رياضيه بعيدا عن الخروج عن المألوف. مش لازم تبقى كل حاجه ضد الاهلي ولاعبته وتستفز ومش هنسيب وهنطلع وهننزل والكلام اللي حضراتكم سامعينه. اكسب وافرح براحتك، ومن حقك ان انت تفرح لما تكسب الكبير والبطل، بس لما تفرح مرة تانية افرح باحترام بدون أي شيء، بدون أي حاجة تانية، واحتفل مع جماهيرك واتبسط معاهم.